الخير، مساء الفل على عيون كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وفقرة هيهتم بيها كل الناس، لانه انا شخصيا بيتبعت لي يوميا مئات الرسائل على صفحتي، ناس بتشتكي لي من مشاكل في شعرها، سواء اللي يقول لي انا شعري ما بيطولش، انا شعري ضعيف خفيف مثلا، انا شعري بيقع، يعني مشاكل الشعر ما بتنتهيش وما بتخلص، وما فيش بيت في العالم كله مش في مصر بس ما عندوش حد في مشكلة في شعره. فأنا النهاردة جايبة لكم مفاجأة، يمكن ناس كتير جدا طلبت بيها ونادت بيها، يا جماعة احنا عاوزين منتج للشعر، يا جماعة احنا عاوزين حاجة تعالج لنا مشاكل شعرنا المختلفة، لازم يبقى في حاجة كده. أنا النهاردة جاية ومعايا ضيفة عزيزة ومعاها منتج فخم جدا، ويعني مفاجأة لكتير من السادة المشاهدين. خلوني بس في البداية أرحب بضيفتي العزيزة اللي معايا لأول مرة، دكتورة آن أمحاوي، أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. أهلا بك يا دكتورة آن، اسمك عزيز على قلبي جدا. بص يا دكتورة آن، أنا لسه كنت بقول للسادة المشاهدين إنه مفيش بيت بيخلى من حد عنده مشكله في شعره، تمام، ومئات الرسائل انت مش متخيله قد ايه بتتبعت انه ناس عندها مشاكل في شعرها. انت النهارده جايه وجايبه ساينو ماسي هير، ده منتج للشعر، انت بقى اللي هتقولي لنا ساينو ماسي هير بيعمل ايه، ايه هي الوظايف بتاعت ساينو ماسي هير. انا مبدئيا طبعا معاكي في الكلام ان كل الناس بتشتكي من الشعر اللي بيقع المتساقط، وان هو بيقع بطوله، ان هو احنا كمان خرجنا من الصيف داخلين على الخريف، ده سيزون اللي هو كل شعر بيقع فيه، يعني الشكوى هتبقى كتير حتى جدا، حتى اللي شعره ما فيهوش حاجه بيشتكي في الوقت ده. بالظبط بيقع في السيزون ده بالذات، الشعر بيبقى فيه متهالك. احنا معانا بقى المنتج بتاعنا ساينو ماسي هير، هو طفره، يعني انا هقول لك ان هو طفره فعلا، ده حقيقي، ده فعلا، ده بجد عن تجربه. احنا طبعا هو اكيد اتجرب قبل ما نيجي دلوقتي، انا شخصيا بقالي فتره بالظبط ماشي على مس ساينو ماسي، هو يعني في اكتيف انجريدينتس مهمه جدا، والميزه اللي فيه ان هو بيعالج حاجه مهمه، الصلع الوراثي. الصلع الوراثي ده اللي بيشتكي منه سيدات ورجال. في ماده فعاله اسمها ساو بالميتو. ساو بالميتو دي عشبه في امريكا، احنا جبناها واستخلصناها وحطيناها في البرودكت ده، ان هي بتعالج ازاي بقى الصلع الوراثي، ان هي بتروح تعمل بلوك، بتقفل الانزيم اللي بيروح يهاجم الروت بتاعت الشعرايه، يعني هو كمان بيعالج الصلع الوراثي، ده اهم حاجه فيه، كويس قوي. يعني بيمنع التساقط، اول حاجه لازم نعملها ان احنا نمنع التساقط، بس بيعالج الصلع الوراثي. الصلع الوراثي ده اللي الناس كلها بتشتكي منه، صح صح. الصلع الوراثي ده ازاي بقى بيتعالج؟ ان احنا بيروح يعمل بلوك للانزيم اللي بيروح يهاجم البصيله بتاعت الشعر ويوقعها، ده رقم واحد. تاني حاجة ان احنا عندنا الكافيين. الكافيين ده مادة مهمة جدا، انها بتزود ضغط الدم، يعني بتعمل بلاد سيركيوليشن في فروة الراس بالظبط. فبالحالة دي في الوقت ده بيحصل ان انا الفوليكلز بتاعتي بتبدأ تنشط، لان الدم بينشط، الخلايا يعني البصيلات بتبدا تنشط، بيبدا عمر الشعرايه. طبعا احنا كلنا عارفين ان في دوره حياه للشعر، تمام، دوره الحياه الكافيين بيخليها تعيش او تبقى بتمتد ل 33%، عمرها اطول بالظبط، عمرها اطول، تمتد ل 33%، والفوليكلز دي بتبقى اكتف بنسبه 46%، يعني حلو قوي بالظبط، حلو قوي. في الحالة دي احنا كمان بنعالج ان بيبقى فيه كثافة. كثافة ازاي؟ ان الفوليكل دي او البصيلة دي بدل ما تطلع شعراية واحدة، لا، ممكن تطلع لك اثنين وثلاثة بالظبط. يعني هو ممكن ساينو ماسي هير ممكن يخلي البصيلة بدل ما تطلع شعراية تطلع اكتر من شعراية، وبالتالي تحصل الكثافة، الناس اللي شعرها خفيف تركز في الكلام ده كويس قوي. بالظبط. عندنا حاجة تانية وده عنصر اساسي في الشعر، بيوتين. طبعا كلنا سمعنا عن البيوتين عموما. البيوتين ده احماض امينية بيتكون الشعر بيتكون منه، فاحنا بنمده برضو بالبيوتين. البيوتين بيزود بلاد سيركيوليشن، الدوره الدمويه في فروه الراس، فبالتالي احنا وصلنا الدم، وصلنا الغذاء. احنا عارفين ان او دايما بنشبه فروه الراس زي الارض الزراعيه، تمام، انت حطيت لها الميه، حطيت لها الفيتامينز، عملتي اهتميتي بيها هتطلع نبته حلوه بالظبط. فهو ده بقى العلاج والدواء بتاع فروه الشعر اللي من خلاله شعرك هيتحسن او شعرك هيتحسن بشكل كبير جدا. والشعر اللي بيقع بقى، انت مش متخيله قد ايه ناس بتبعت لي على انها شعرها بيقع بطوله،
تعمل كده تلاقي الشعر بيقع، تنام على تصحى على المخده تلاقي الشعر بيقع، لو بتاخد شاور الشعر بيقع. هل هو في حاجه توقف التساقط ده اللي بتاعت كل الشعر؟ كل الاكتيف انجريدينتس بتاعتنا اللي في المنتج بتوقف. احنا اصلا هدفنا الاول احنا نوقف التساقط، وكمان اللي هي الصلع الوراثي، نعالج الصلع الوراثي اللي هو اكتر حاجه هما المشكلتين يعني. الاساسيتين بلس بقى ان احنا في حاجات مركبات تانية عندنا. الشعر اللي ما بيطولش منك؟ لا طبعا في. انا هقول لك بقى كل حاجه. انا دلوقتي انت غذيتي الشعر، عندك البيوتين، عندك كافيين، عندك الوفيرا لسه هنتكلم عنه. الوفيرا ده طبعا طفره في مجال التجميل، كلنا سامعين طبعا الصبار. الوفيرا ده حاجه هايله. بيعمل ايه الالوفيرا؟ الالوفيرا رقم واحد ان هو انتي بكتيريال. طبعا عارفه في ناس كتير وذات المحجبات ياخدوا شاور مثلا يلفوه تحت الطرحة مبلول، كارثه دي بكتيريا على طول. بيحصل انفلاميشن اللي هو بيحصل التهاب، يبداوا ان هم يبقى فيه حكه او هرش، يبدا يظهر قشر. فكل ده الالوفيرا بيعالجه. بيعالجه كمان بلس ان انت بيبقى عندك كل سنسيشن، كل سنسيشن تحسي ان انت شعرك فريش فريش، دي حاجه مهمه جدا. الالوفيرا بقى كمان بيعمل كوتنج للشعرايه، بيعمل زي كفر، بيغلفها. هو كانه زي سان سكرين او سان بلوك للشعر، عشان اشعه الشمس. احنا اهم يعني اهم حاجه نحافظ عليها اشعه الشمس. ساينو ماسي هير لي 6 اكشنز او لي 6 وظايف، تقولها لنا يا دكتوره ان كده للساده المشاهدين بشكل بسيط. طبعا رقم على واحد ستوب هير لوس اللي احنا اتكلمنا عنه، احنا لازم نوقف تساقط الشعر. استيميليت هير جروث اللي احنا بنحفز نمو الشعر. اوكي. انكريز هير دينستي، الشعر يعني الكثافه. اوكي. نورشنج نعومه بالظبط. بريفنت شاكينج هير اللي هو التقصيف، كمان التقصيف طبعا. ما احنا بنعمل كوتنج للشعرايه، الشعرايه ما بتتقسمش اتنين. انا برضو عايزه اوضح اكتر ان الشعر فيه خاصيه المساميه، يعني هو بيتنفس عادي ومسام يعني. فانت لما بتحطي عليه البرودكت بتاعنا بيبدا بيتشربه، بيبدا يتغلف. اوكي. بريفنت دراي وراف هير يعني بيعالج الشعر الجاف. لو شعرك هايش او جاف او مجعد يقدر برضو ان هو يعالجه. بالظبط. طيب طب دي حاجه عظيمه جدا ان احنا نلاقي منتج فيه كل بيعالج كل المشاكل اللي ممكن تكون خاصه بالشعر. طب انا عاوزه اعرف منك الاستخدام بيكون ازاي؟ يعني انا مثلا ابقى غاسله شعري او شعري ناشف مثلا كم مره في اليوم؟ الاستخدام احنا لا هو على فروه راس جافه ناشفه عادي، بنحطه بالليل من 4 ل6 بخات. على يعني يتحط بخ ترشه كده اهو ويدلك كويس جدا. طبعا فروه الراس بتدلكيها. وانا عايزه اقول لك ان هو معمول اصلا بالنانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي ان احنا بيبقى في درجه عاليه جدا من بيوريتي، بيبقى بيور قوي. وبيبقى البارتكلز بتاعته صغيره، يعني جزيئاته صغيره بالظبط، بحيث ان هو يمتص ويدخل الفروه الراس بسهوله جدا. طيب في ناس كتير ممكن تقول لك ايه، طب انا شعري دهني مثلا وبيزيت لوحده، لا وانا استخدمت حاجات كتير ممكن تعمل لي ده حقيقي تخلي الشعر كده مزيت. ساينو ماسي هير ايه يعني، بتحطه يتغسل ولا بيتساب؟ ساينو ماسي هير الميزه اللي فيه ريحته حلوه جدا، ما فيهوش الملمس الدهني، يعني تحطيه ما فيش، هتروحي تخرجي عادي ما تحسيش ان انت شعرك زي ما بيقولوا ملزق، لا الكلام ده مش موجود خالص. فدي ميزه كويسه. يعني بيتحط ما بيتغسلش، تحطيه صباحا ومساء ولا مساء بس؟ لا مساء وتنام. بالظبط مساء وتنامي. هو معظم الحاجات دي بتبقى بالليل افضل ان هي تستخدم، لانه الواحد وهو نايم بيبقى يعني المسام اصلا بتتفتح. ايوه والشعر يعني الفروه الراس بتمتص، يعني بتمتص بسهوله. طب في ناس كتير جدا تقول لك ايه، طب انا بقى تعبت وعملت حاجات كتير جدا ومفيش فايده. جميل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، بس احنا عاوزين نعرف النتيجه هنشوفها امتى؟ هل احنا هنلاحظ نتيجه فعلا مرضيه بعد وقت قد ايه؟ لا هي النتيجه هتتلاحظ على طول من اول اسبوع، هتتلاحظ ان الشعر اللي بيقع ده من اول اسبوع مفيش شعر بيقع. طب بعد كده تاني تالت اسبوع يبدا يظهر بيبي هير، شعر صغير، ودي حاجه مهمه جدا ان هو يظهر بيبي هير. هنفضل دي بشرة خير طبعا. ايوه انه لما تلاقي عارفين البيبي هير اللي هو ايه؟ اللي هو الشعر الصغنون اللي بيبدا ينبت ده. ده لما يطلع اعرفوا ان هو كده تمام، كده 100 100. وانت بتقولي بعد اسبوعين ثلاثه هيبدا البيبي هير ده، بالنسبه للناس اللي عندها مثلا شعرها خفيف او بيقع وكده، اسبوعين ثلاثه يبدا البيبي هير ده او الشعر الصغير المنبت ده يطلع.
تمام. فدي علامة حلوة جدا. بالظبط هيبدا ان احنا برضو طبعا اكيد هنستمر ان احنا نحط السبراي عادي جدا. بالتالي احنا خلاص الفوليكلز بدات تصحى اللي هي البصيلات، فبدا الشعر يطلع زي ما كنا بنقول قبل كده ان هو ما بيطلعش شعرايه واحده مثلا في بالبصيله، لا ده اكتر من شعرايه. فطبعا احنا هنبدا نلاحظ حاجه زي دي، فاكيد النتيجه هتبان على طول، بس احنا هنستعمله طبعا لمده 3 شهور، يعني 3 شهور دي عشان دوره الحياه الشعر. بس ممكن في الطلع الوراثي ممكن ياخد اكتر شويه، يبقى لست شهور. تمام. لكن التساقط او الخفيه او اللي ما بيطولش تمام. في خلال الثلاث شهور بيبداوا يحسوا بالنتيجه. تمام. طيب ده 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 كلام جميل. انا شخصيا مبسوطه قوي بالكلام ده، لان انت عارفه كل يوم بقى بنعمل شعرنا وكل أكيد. يوم بنعمل مش عارفه ايه، فالشعر بيتبهدل يعني بيتدمر. ده غير ان في بنات كتير جدا صبغه طول الوقت، الفرد ده طول الوقت. فاحنا بنعمل عمال في شعرنا بصراحه لازم يبقى في حاجه تعادل اللي احنا بنعمله ده فعلا. يعني ماشي احنا بنبوظه، طب يعني بوظناه خلاص، طب نعالج نعالج بقى. بس عايز اقول لك على حاجه برده حلوه قوي فيه، ان هو ما بيأثرش على لون صبغه. يعني عايزه تصبغي شعرك اصبغي، بس اهم حاجه ما تستعمليش صبغه فيها امونيا اللي هي بتفرفت الشعرايه. اللي فيه حاجات معينه، حاجات مجهوله المصدر، الشامبو مجهول المصدر، في حاجات كده يعني دي اكيد بتضر الشعر، فاحنا مش عايزين نصلح من حته ونبوظ من حته ثانيه. لازم نهتم ونحط قلق شعرنا ونعرف احنا بنحط قلق شعرنا. الشعر ده حاجه بتتنفس، ده كائن حي. بالظبط. يعني احنا شبهناه بالزرع. بالظبط كده. بالظبط كده. فاذا ساينو ميسي هير منتج هايل بيعالج جميع مشاكل الشعر. نواظب بس على الاستخدام، يعني مهم جدا ان احنا نواظب على الاستخدام، لان في هو يوميا مش كده؟ يوميا يوميا مساء. بس انا عايز اقول برضو حاجه ميزه فيه، ان هو فيه روزميري. روزميري ده طبعا في ريسيرشات اتعملت عليه، يعني في ابحاث اتعملت ان هو بيأخر نمو الشعر الابيض. بيأخر نمو الشعر الابيض. طب افرحوا بقى. بالظبط كده. في بنات صغيرين بيشتكوا من شعر ابيض طلع لهم. فانا طبعا المنتج يبقى عندي كده بالكواليتي دي، بكل اكتف انجريدينتس اللي عندي. بس هو ما بيخلي الشعر الابيض طلع خلاص، ما بيخليش الشعر يسمر. لا لا لا. اللي طلع ابيض خلاص، هو اللي لسه هيطلع ابيض هو بيأخر نموه، يعني بيأخره. يعني بمعنى لو انت مثلا ايه، اصل دي بتبقى وراثه الى حد ما اكيد، فلو انت عندك الشيب ده بيبدا بدري في العيله مثلا عندكم او كده، تلحقي نفسك وتستخدمي ساينو ميسي هير، لانه هو بيأخر ظهور الشعر ابيض. لانه فعلا انا بشوف بنات كتير عندها 20 و25 سنه وتلاقي شعر ابيض. هو برده من الصبغات، الناس تصبغ في حاجات تلاقي الشعر خلاص. يعني استعمال الحاجات الغلط ممكن تخلي الشعر يبدا يرهق ويعجز بدري. فلا احنا عايزين نصلح بقى. طب ده رجال وسيدات، رجال وسيدات مش كده؟ اكيد، لانه بيعالج الصلع الوراثي، والصلع الوراثي عند الرجال. لا، وفي سيدات كتير. ايوه، عند الرجال والسيدات في بنات كتير من هنا عندها طبعا على فكره. هنا دي بس مش من الصلع الوراثي. ساعات بيشدوا شعرهم جامد قوي. يعني التعاملات الغلط مع الشعر يشدوا شعرهم جامد قوي بالتوكه، مامتهم مثلا كانت توديهم المدرسه تشد لهم شعرهم. لا انا بشوف حاجات. طب هو تهتمي بالحاجات من دي. سن قد ايه ممكن؟ من سن 16. من سن يعني دايما بعد فتره البلوغ يا جماعه بيبقى لطيف قوي اننا نبدا بقى نستخدم الحاجات دي ونهتم بنفسنا. طيب المنتج الناس تجيبه ازاي؟ يعني هل هو متوفر في الماركتس مثلا؟ لا هو مش متوفر في الماركتس، هو متوفر في المندوبين عندنا. هتلاقي الارقام موجوده على الشاشه، هيتصلوا بيهم في اي وقت. لو داخل القاهره هيوصلهم في نفس اليوم، لو خارج القاهره تاني يوم. الحقيقه انا مبسوطه جدا انه بقى في حاجه زي دي دلوقتي، وبقى في منتج زي ساينو ميسي هير. يعني الحقيقه هو يعني هيرحمنا من حاجات أكيد. كتير جدا أكيد. وخاصه انه في ناس كتير ما كانتش بتحب تاخد ادويه بالبق، او ما بتحبش الشكشكه وانها تعمل حاجات في شعرها. فساينو ميسي هير حاجه لطيفه جدا بتترش، وانا شخصيا من اول الناس اللي بصي مش هفوت يوم، لازم كل يوم هستخدم ساينو ميسي هير. خلاص انت هتبقي بالنسبه لنا ناخد الفيدباك منك. خلاص لا صدقيني. فخلاص انا ده منتجي خلاص بتاع شعري، فانا هتعامل معاه. انا بشكرك يا دكتوره آن على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه دكتوره آن أمحاوي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانيه بعد الفاصل، استنونا. مكان واحد بس في الشرق الاوسط هتلاقي فيه اجمل ابتسامه بترحب بيك
من لحظة دخولك وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد، إنك ترجع شباب. أهلا بيك في المركز الطبي الدولي. يلا بينا نرجع شباب. كان عندي مشكلة في تساقط الشعر، كان شعر طويل بدأ يتساقط، بكترة. بعد كده بيت ألبس الكاب فبيجي يتساقط أكتر وعملت لي مشكلة. فبعد كده شفت إعلانات المركز الطبي، فجيت كشفت عند الدكتور هشام فطمني وقال لي بالنسبة لتساقط الشعر في حل أسرع، هو حل زراعة عملية الشعر. وإن شاء الله أنا جيت وبإذن الله يعني أتغلب على مشكلة تساقط الشعر دياتي، إن شاء الله العملية تنجح. مساء الخير، أنا الدكتور هشام شعبان، استشاري جراحة الأنف والوجه بالمركز الطبي. معانا النهاردة حالة الأستاذ مصطفى. المشكلة بتاعته هو جالنا تقريبا من أسبوعين، كان هو متخيل أنه هو هيجي هيبقى ياخد علاجات بس للشعر وكده، بس احنا بعد ما شفت المشكلة بتاعته ولقيت ان كثافة الشعر عنده قليلة جدا، حتى لو عملنا له العلاجات الطبيعية سواء ميزو سيرابي او ميزو هير بلازما، كل الحاجات ديت ان احنا لان مش هتأثر معاه خالص، لان هو اوريدي عنده تساقط كثيف للشعر ووصل لمرحلة الصلع. فكان الحل الامثل للمشكلة بتاعته هي زراعة الشعر. احنا بنعمل هنا في المركز الطبي زراعة الشعر باحدث الطرق الموجودة عالميا، اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن. دي الطريقة امنة ما فيهاش اي مشاكل خالص، بتدي نتائج كويسة جدا. طبعا ده باختلاف يعني عن الحالات الزراعة القديمة خالص اللي كان بيستخدم فيها ان انا باخد شريط من فروة الراس من ورا وبزرعه في منطقة امامية، او ان انا باخد الشريط اللي فيه شعر من ورا ده وبقطعه وبزرعه في المنطقة الامامية. لا، الطريقة الجديدة اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن دي افضل الطرق حاليا في زراعة الشعر، ودي اللي بتدي فعلا نتائج هائلة جدا. فده كان الاختيار الامثل له موضوع زراعه الشعر عندنا هنا في المركز الطبي. الموضوع عمليه زراعه الشعر عمليه امان ما فيهاش اي مشاكل خالص. العيان مجرد ان هو ياخد القرار ان هو يعمل عمليه الزراعه، بنبتدي نعمل له شويه تحاليل كده نتاكد ان هو ما عندوش فيروس سي ولا اي نوع من الفيروسات. بنعمل له اختبار لفروه الراس نفسها. بعد كده بيبتدي ياخد نعمل عمليه زراعه الشعر، وبعد ما بنعمل عملية زراعة الشعر بيبقى في متابعة مع المركز عندنا هنا، بنعمل له جلسات بلازما وميزو هير لمدة ست جلسات بين كل جلسة وجلسة أسبوع عشان نحسن من سرعة نمو الشعر ونعمل تغذية لفروة الرأس عشان تدي نتائج أحسن. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه، في مرحله اختطاف، ان احنا بناخد كل شعره بالبوصيله بتاعتها وبنجمعهم، بنختار الاصلح البصيلات الاصلح ونبتدي نزرعهم مره تانية. بس احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بناخد فيها البصيلات نفسها، الشعره بالبوصيله بتاعتها. طبعا بنختار افضل اقوى شعرات اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه الخلفيه من الراس دي عشان نضمن سلامه الشعره بالبصيله بتاعتها. بنجمعها وبعد كده نبتدي ناخد افضل الشعرات اللي فيها اللي هي تنفع تتزرع ونبتدي نزرعها في المرحله اللي بعد كده، وان شاء الله نشوفكم في المرحله الاخيره بقى في زراعه الشعره نفسها. احنا دلوقتي في المرحلة النهائية من عملية زراعة الشعر للأستاذ مصطفى. ديت المرحلة اللي احنا بنعمل إمبلانتيشن بقى للشعرة نفسها بالبصيلة بتاعتها في المكان بتاعها اللي احنا حددناه مسبقا. احنا بنبتدي بنزرع الخطوط في خطوط من الخطوط الأولانية للخلف، بنبتدي نعمل إمبلانتيشن لكل شعرة بالبصيلة بتاعتها في مكانها، وبنحاول على قد ما نقدر نقرب البصيلات من بعض عشان يبان ان هو الشعر طبيعي ما فيش فيه أي مشكلة، عشان ما حدش يلاحظ أصلا ان انت زرع شعر. يعني الأستاذ مصطفى إن شاء الله بعد ما يطلع من العملية
والشعر يبتدي ينمو، مش ما حدش هيعرف ان هو زرع شعر لاننا زرعينه بتقنيه حديثه وتقنيه احدث تقنيات اللي موجوده دلوقتي في زراعه الشعر. وبعد كده بيبتدي مرحله المتابعه اللي هيجي لنا فيها بقى في المركز، نبتدي نديله حقن بلازما وحقن ميزوهير للشعر عشان نحسن ونسرع من عملية نمو الشعر، وإن شاء الله يبقى راضي جدا بالنتيجة وساعدنا بيكو في المركز عندنا، وإن شاء الله نشوفكو في عمليات تانية إن شاء الله. يلا بينا نرجع شباب. زراعة الشعر من الحاجات اللي عاملة طفرة كبيرة جدا في العالم كله دلوقتي، ورجال كتير جدا ويمكن سيدات كمان بس هو الرجال اكتر يعني بتتجه ليها عملوا زراعة الشعر ومبسوطين جدا، ولا بيبان انه الشعر ده مزروع ولا بيبان فيه حاجة مش طبيعية، شعر طبيعي جدا حلو جدا زي الشعر الاصلي. عملية انا شايفاها عملية لطيفة جدا جدا، بتغير في الشكل بنسبة كبيرة، بتحلي الشكل بنسبة كبيرة. هنتكلم عن زراعة الشعر ومين اللي يصلح لي زراعة الشعر مع ضيفنا العزيز دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الأنف والوجه بالمركز الطبي. ازيك دكتور هشام؟ يعني زراعة الشعر دي بتغير الشكل خالص، يعني بتخلي الواحد يصغر، يعني انت اكيد عارف انه لما بيبقى فيه الشعر بيبقى كثيف بيدي سن اصغر، غير لما الشعر يبقى خفيف او فيه صلع او بيدي برضو سن شوية. تكلمني عن زراعة الشعر ومين الناس بالتحديد اللي ينفع ليهم موضوع زراعة الشعر؟ بصي، هو اي حد ينفع له زراعة الشعر، يعني احنا ما بنحطش اي حاجة ان هي restrictions على زراعة الشعر الا لو في امراض في فروة الراس نفسها. يعني لو في ناس عندها امراض مزمنه في فروه الراس او امراض مزمنه في المناعه، ديت ما ينفعش يزرع شعر لانها هتكسر الشعر كله ويبتدي يقع تاني. لكن اي حد بعد كده له ان احنا ممكن نعمله زراعه شعر او ما فيش اي مشكله خالص. حتى من سن صغير جدا، في ناس دلوقتي بيجوا لنا في سن 22 سنه 25 سنه وعندهم مشاكل في الصلع، ومش هينفع ان هو يحقن بلازما ولا الميزوهير والحاجات ديت لان هو اوريدي ما عندوش بصيلات في المنطقه ديت. فيبقى الحل الاساسي عندنا والحل الامثل للموضوع ده ان احنا نزرع شعر. تمام، يعني الصلع الزرع بيبقى للناس اللي عندها صلع بالظبط، اللي هي عند اللي ما هي ما ينفعش تعمل اي حاجه تانية غير ان هي تزرع بس. لانه الصلع ده معناه انه ما بقاش فيه بصيلات في المنطقه دي. انتوا بتعملوا ايه بقى عشان تحطوا بصيلات في المنطقه دي؟ بصي، هو الموضوع تطور، هحكي لك الموضوع من اوله. في موضوع زراعه الشعر، الاول كانت في تقنيه قديمه قوي ان احنا كنا بنحط زي بالون كده تحت المنطقه اللي فيها شعر وبنعمل لها استريتشنج، يعني بنعمل بنخليها تطول شويه او تتمط، وبعدين نقوم جايين قاصين الحته اللي ما فيهاش شعر ونبتدي نزرعها قدام. ده زمان. ده زمان. دي بقى التقنيه الحديثه اللي هي الفلوكال يونت اكستراكشن، ان احنا بناخد البصيله بس، يعني بناخد البصيله من مكان اللي فيه كثافه شعر عاليه ونبتدي نجمعهم ونحط عليهم سائل مغذي، وبعد كده نبتدي نختار منهم افضل البصيلات واقواها وابتدي نزرعها في المنطقه اللي ما فيهاش شعر. زي الصوره اللي قدامنا ديت، دي ببتدي اخد البصيله من المنطقه اللي احنا حددناها اللي هي اسمها دونر اريا، اللي هي المنطقه فيها كثافه عاليه، وببتدي اجمع. لو شفنا الصوره اللي بعدها، هتقولي لي بعدها يا جماعه بعد اذنكم. دي طريقه اللي احنا بسحب بيها البصيله نفسها. جهاز بيخش على البصيله بيطلعها من المكان اللي هي فيه بدون احداث جروح ولا اي حاجه، ونبتدي نجمع البصيلات. لو الصوره اللي بعدها، اللي بعده، ايوه، دي طبيعيه بقى، دي حقيقيه. دي حقيقيه، دي باخد الشعره، الجزء اللي باين من الشعره بالبصيله. طب ثانيه واحده، انا عاوز اعرف حاجه، ده اللي انتوا دي الحته اللي انتوا واخدين منها ولا انتوا زارعين فيها؟ دي اللي احنا بناخد منها. طيب انتوا بيتم حلقه الشعر طبعا. بيحلق الشعر درجه واحد عشان يبقى سهل ان انتوا تشيلوا البصيله. نشوف لو الصوره اللي بعدها، دي صوره حقيقيه من تجميع البصيلات نفسها. فين بقى البصيلات اللي هي من نقط دي؟ الكور الصغيره، لا هي مش نقط ديت، دي كل كتله من دي فيها تقريبا 100 بصيله. اوكي، تمام. احنا بنجمعهم ونعمل سيلكشن، بنعمل اختيار لافضل بصيلات عشان نزرعها تدي نتيجه كويسه وما يحصلهاش تساقط. فهو ديت الطريقه الحديثه في الزراعه. كان في طريقه قبل كده برضو ان احنا كنا بناخد شريط من المنطقه اللي فيها كثافه عاليه في الشعر
وبنبتدي نقطع الشريط ده ونزرعه في المنطقه اللي ما فيهاش شعر. بس كان مشكله الطريقه ديت ان كان بيبقى فيه سكار، فيه زي ندبه باينه قوي جرح في فروه الراس من ورا، ومنطقه الفروه الراس اصلا بيحصل فيها ندبات، يعني هي منطقه ما بتحصلهاش التئام زي بقيه الجسم، لا دي بتسيب ندبه. فمجرد ان ان الشخص يحلق شعره مثلا درجه خفيفه شويه تظهر العلامه ديت ويبقى شكلها سيء. الطريقه الجديده اللي احنا لسه شرحناها دلوقتي اللي هي الاف يو الفلوكلاريوت اكستراكشن، دي احدث طريقه موجوده دلوقتي. الاقتطاف دي احدث طريقه في العالم دلوقتي للزراعه ونتائجها كويسه جدا. يعني انا عايز اقول لك نسبه الفشل بتاعتها 4%. لا انا شفت حالات بتاعتكم، انا شفت حالات عامله زرع عندكم تحفه بجد، يعني حالات انا اصدقاء يعني ليا عاملينه. انا حتى اتفاجئت بقول لهم انتوا عاملين ده في ايه، فقالوا زرع فين في المركز الطبي. يعني نتيجه فعلا حلوه عجبتني. بصي هو دايما احنا بنقول ايه، طبعا انت عارفه ان في دول خارجيه كتير في ناس بتروح تزرع شعر بره كتير قوي ومش عارف، لكن انت مجرد انت رحت له ومشيت من عنده خلاص انت مالكش اي علاقه بيه. لكن احنا لا خلاص انت اصل يعني انت بتقطع تكت تسافر تعمل عمليه بترجع خلاص انتهى الموضوع. لكن في اي بقى حاجه عايز تسال عن حاجه عايز متابعه عايز بتاع؟ لا ما واصلا في متابعه، يعني احنا دايما بندي العيان بتاعنا 6 شهور متابعه بعد العمليه، ان هو كل شهر لازم بيجي نبص على نمو الشعر، بنحقن بلازما وبندي له تغذيه لفروه الراس بحيث ان احنا نسرع نمو الشعر. احنا ممكن نحتاج لجلسه تانية لو كان المنطقه كبيره، لو المنطقه لو كان كبيره الصلع كتير شويه بالظبط ممكن نحتاج جلسه تانية بعد 6 شهور. فاحنا دايما بنقول للاصلح للعيان، لكن انا عايز اقول لك ان في حالات كتيره جدا بتطلع بره يقول لهم هنعمل زراعه شعر ومفيش اي مشكله، ويرجع يبان ان ده زرع شعر. اول ما تشوفيه في الشارع اولا مفيش كثافه، الشعر بعيد عن بعضه، المكان الزراعه نفسه واضح جدا. انا اللي عجبني انتوا لما شفت الشغل ده بتاعكوا انتوا موزعينه بطريقه مستحيل حد يقول ان ده زرع شعر، وهي دي الميزه فعلا. يعني والدايركشن يعني الاتجاه نفسه، خدوا بالكوا الحاجات دي مهمه قوي في موضوع زراعه الشعر. يعني الشعر مش منعكش، مش مزروع كده عشوائي، لا 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 طبعا، لا ده ايه ده مزروع متستف يعني بتسرح لوحده. احنا بنبتدي من قدام الخط الهير لاين الامامي ونزود الكثافه فيه بدرجه كبيره جدا وبنرجع لورا. وعايز اقول لك ان كل شعره لها دايركشن، يعني احنا بيبقى في دايركشن معين اتجاه يا جماعه، ونيجي كل شعره لها اتجاه، ونيجي في المنطقه اللي هي في وسط الراس ديت بيبقى لها دايركشن مختلف تماما عن بقيه الشعر. فديت اللي بنقدر اللي بيبان فعلا ده شعر طبيعي، ده شغل حلو ولا مش حلو، وده شغل كويس ولا لا مش كويس. فدي فعلا اللي بيفرق من مكان لمكان، زراعه الشعر والدايركشن بتاع الشعره والكثافه، وان احنا نبقى صادقين مع البيشنت اللي قدامنا. يعني انا مش هيجي لي اقول له احنا نزرع حتى لو ما ينفعش، لا في ناس ما ينفعلهاش زراعه على فكره، ان هم عندهم كثافه شعر قليله جدا ورا. ما هو انا طبيعي هاخد من ورا، يعني لازم يكون عندي دونر اريا اخد منها فعشان اعمل توزيع للشعر تاني. في ناس بيبقى عندهم كثافه دي قليله جدا، فده ما ينفعش ان هو يزرع وملوش اي حل تاني. لو انا عملت له زرع هيبقى اولا هيبقى شكله اسوأ من الاول كمان. يعني بس انا عاوز اقول حاجه بقى كده، اللي عاوز يزرع يلحق نفسه بدري شويه طبعا، ما يعني ما يستناش لما تبقى على الاخر كده يبقى الصلع يجيب الراس كلها طبعا. لا فانا بس عاوز الفت انتباه الساده المشاهدين للتفاصيل دي، لما تقرروا ان انتوا تعملوا زرع شعر شوفوا النتائج بتاعه المكان اللي انتوا رايحين فيه، لانه زرع الشعر اولا هي بتاخد وقت، الموضوع بياخد وقت، يعني هي عمليه مش تقريباً بتاخد ساعه عملية بتاخد او اتنين، من 8 ل 10 ساعات فالمفروض لازم يبقى في دقه جامده جدا في الالات المستخدمه، تكون حاجه اخر صيحه يعني احدث موديل. احدث طرق دلوقتي زراعه الشعر موجوده في العالم احنا شغالين بيها في المركز الطبي دلوقتي. تشوفوا النتائج، لانه زي ما الدكتور هشام بيقول ده حتى الاتجاه بتاع زرع الشعرايه بيفرق. طبعا يعني انت لما تزرع شعر لازم يبقى الاتجاه كله اتجاه الشعر الطبيعي بتاعك انت، لانه في ناس بشوفها زرعه وزرعه بره على فكره، يعني زرعه مسافره ودفع قد كده منعكش احنا خالص. دايما بنقول للشخص اللي جاي يزرع عندنا حطينا صوره قديمه ليك عشان نشوف ونعمل لك صوره زيها. في ناس يقول لك انا عاوز انزل خط الشعر شويه، طبعا لا ما ينفعش. ما ينفعش ان احنا شايفين ده طبعا النتيجه هايله جدا، ده بعد 6 شهور. حلو جدا يا جماعه، انتوا شايفين اصلا يعني حاجه تانية خالص. بصي هو زراعه الشعر دي بقى بالذات انا عاوز اقول لك ان هي بتدي كميه ثقه في النفس للشخص. في واحد يروح يخطب يقول لك لازم اعمل زراعه شعر قبلها، دي الصوره اللي على اليمين دي بعد الزراعه على طول، يعني في يوم الزراعه نفسها. والصوره اللي بعدها بعد 8 شهور من الزراعه. في واحد يروح يخطب
هو حاسس ان هو عنده مشكله فيبقاش فيه ثقه في النفس. ايوه طبعا. فيحصل ان هو ممكن يبوظ الخطوبه بتاعته، يحصل له مشاكل في حياته عشان موضوع شعره. فلما بيزرع شعر وبيبقى حاسس ان هو طبيعي، بتبقى حياته طبيعيه وبيبقى عنده ثقه في النفس. الشعر ده بيطول عادي وبيتقص وبيتسشور وبيتغسل يعني يتعامل معاه عادي جدا بعد كده؟ شعر الطبيعي خالص يتعامل ان هو شعره طبيعي، ما فيش فيه اي مشكله. احنا مش جايبين شعر من حد تاني، لا. هو شعرك انت بيطول بتقصه بتروح للحلاق عادي جدا، ما فيش اي مشكله. طيب قبل ما فقرتنا تخلص قلت لي انه في عرض او في مفاجاه، في حاجه زي كده عاملينها؟ احنا في المركز الطبي عاملين خصومات توصل ل 50% على كل الجلسات بتاعتنا، وفي اكتر بقى من كده ان احنا في عندنا جلسات فري على الخدمات كمان اللي هي مخفضه اصلا. طيب كويس قوي. احنا عندنا جلسات نضاره للبشره وفوق فوق التخفيض اللي احنا عاملينه في جلسات نضاره للبشره مخفضه فري فوق الجلسات كمان. انا بشكرك على وجودك معايا دكتور هشام النهارده، ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. شكرا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. أكيد البشرة السليمة علامة من علامات الجمال، وأكيد كل سيدة نفسها تبقى حلوة وجميلة. ويمكن أنا على مدار السنين عملي اللي فاتت كلها أنا أول واحدة كنت دايما بقول الست لازم تبقى حلوة ولازم تهتم بنفسها ولازم يعني تبقى نجمة دايما في مجالها وفي محيطها. بس مش معنى كده أنه إحنا مثلا نجرح الناس أو لما نشوف حد احنا احسن منه في حاجة او شكلنا افضل منه في حاجة ان احنا نعلق عليه بشكل جارح او اسلوبنا يبقى فيه ما فيهوش انسانية. لازم يعني نتعلم ازاي نتكلم مع بعض، لازم نتعلم ازاي يكون لساننا حلو مع بعض، بلاش نجرح في بعض. انا بتكلم بالطريقة دي او بقول كده لانه انا ملاحظة انه في الفترة الاخيرة احنا بقينا يعني
ما بقناش نراعي مشاعر بعض خالص، وده على المستوى العام وعلى المستوى الخاص كمان. يعني انا بشوف كتير مثلا من صديقاتي او كتير من الناس اللي بتبعت لي هي بتعاني من سوء المعاملة، او بتعاني من 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 يعني انه لو حتى حد وجه لها نقد بيبقى النقد ده باسلوب لازع جدا، بيبقى النقد ده باسلوب جارح جدا. فلازم يعني بس شوية رحمة في علاقتنا ببعض ونحط نفسنا مكان اي حد. يعني انت قبل ما توجه كلمة لحد فيها جرح او فيها اهانة، حط نفسك مكانه، شوف انت هتقدر تتحمل، شوف ده هيزعلك ولا مش هيزعلك، واكيد الاجابة هتكون واضحة وصريحة انه انا لو انا مكانه اكيد هتضايق، فانا مش هعمل ده. بس هما دول الكلمتين اللي انا كنت عايزة اقولهم. وبما انه انا دايما بقول ان الستات لازم تهتم بنفسها ولازم تبقى حلوة، ودايما برضو على فكرة انا بقول انه مفيش واحدة وحشة، مفيش خالص ست وحشة مهما اختلفت ملامحها، مهما يعني، ومفيش حاجة اسمها انه الجمال ده نص مكتوب لازم هو يبقى نص واحد مكتوب، او ان هي طالما عينيها عاملة ازاي ووشها عامل ازاي وجسمها عامل ازاي تبقى دي ست حلوة، خالص مفيش الكلام ده خالص. يعني الجمال ده جمال روح قبل ما يبقى جمال ملامح او يبقى جمال هيئة او يبقى يعني جمال لسان وجمال روح. تخيلي بقى انت لما يبقى لسانك حلو وروحك حلوة وكمان شكلك حلو، لا انت كده تبقي حاجة عظيمة جدا. وده اللي انا دايما بقوله، يعني اهتمي بجمالك الداخلي وكمان جمالك الخارجي، كده انت هتبقي يعني ما فيكيش غلطة زي ما بيقولوا. بس نبدأ طبعا بالداخلي. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن الجمال الخارجي. لازم تبقي دايما كده ملفتة وجميلة، ملفتة بأدبك وبأخلاقك طبعا، وكمان وشك يبقى جميل ونضر وفي رونق وفي جمال. ودلوقتي كمان يعني التكنولوجيا تطورت بشكل كبير جدا، وأصبح من خلال حاجات بسيطة نقدر ان احنا نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها. احنا النهاردة هنتكلم عن الراعي الرسمي للجمال دائما وابدا زي ما بقول، ماسي دروجولد. بس خلوني ارحب في البداية بضيفتي العزيزة دكتورة هند نصير، مدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة هند؟ ازيك يا ايه الاخبار؟ ايه المقدمة الجميلة؟ كله تمام؟ بصي، هو انا قلت كده ليه؟ لانه انا ملاحظة في الفترة الاخيرة انه احنا بقينا جرحين. صح. يعني بقينا مش عارفة ليه، هو أنا مش عارفة ليه مع أنه إحنا شعب طيب جدا ومتسامح. الناس بتحكم للشكل العام. أعتقد إحنا لما نيجي حتى يعني الجمال ده، أولا طبعا زي ما أنتي قلتي تفضلتي قلتي كل امرأة ربنا خلقها فيها جمال، فيها شكل. الجمال ده نسبي، ممكن اللي ما يعجبكيش يعجبني، مظبوط، واللي يعجبني ما يعجبكيش، وهكذا. فالجمال ده نسبي، لكن هما بيقيموا الناس من وجهة نظر واحدة. فانت عندك حق، هو احسن حاجة ان انت تقيمي الانسان. طبعا هو شكله الخارجي مهم، مظبوط، بس كمان الروح مهمة قوي. صح، الروح دي مهمة قوي، الروح يعني تجمع الناس ببعضها. صح، حقيقي. وعشان ما يقولوش هي يومنا، ما هي اول واحده بتتكلم وبتقول الستات لازم تبقى حلوه. انا بقول الستات لازم تبقى حلوه، انا ما قلتش حاجه، بس لسانها كمان يبقى حلو. صح، وروحها كمان تبقى حلوه، تبقى حلوه جوه وبره. بالظبط كده، هو ده فول اوبشن يعني. أيوة. بس كده تبقى خطيره، انت عارفه لو بقت خطيره، لو بقت حلوه جوه وبره دي ما تلاقيهاش على طول. فيعني بما انه ماسي الراعي الرسمي للجمال دلوقتي وكل الستات بتسال عنه وعاوزه تعرف تفاصيل عنه، وايه موضوع ان هو انا لما استخدم ماسي انا شكلي هيصغر 10 سنين، دي عامله قلق جامد قوي، انت مش متخيله قد ايه فعلا. بالنسبه للناس، والناس حفظت الشعار. صح صح. كل الناس لما تقابلني وتسالني تقولي هو فعلا بيصغر 10 سنين، طب ليه؟ دايما ده السؤال الاول، طب ليه؟ ايه اللي يفرقه؟ هقول ان ماسي دورو جولد من الكريمات في الحقيقه يعني عملت طفره في التجميل في الفتره الاخيره، لان كل المكونات بتاعه ماسي كلها لوحدها، لو جيتي تاخدي كل منتج لوحده ممكن نتكلم كتير بقى، نوع بقى ساعات بقى عن كل حاجه لوحدها. كفايه ان انا هقول لك ان الماده اللي انت بتعملي بيها فيلر وبتروحي تاخدي الفيلر هي الهيرونيك اسيد موجوده في ماسي. حتى الصوديوم هيلارونيت اللي هي دي موجوده زي الهيرونيك اسيد، شبه الماده اللي بتحقن بيها الفيلر دي، جزيئاتها صغيره جدا جدا جدا، فبتخترق البشره. وبالتالي هنعمل ايه؟ هنحافظ على نسبه الميه. شوفي نسبه الميه دي، الناس بتتناسى خالص الموضوع الميه، مش حتى كشرب، احنا خلينا في بالظبط، بسيبك من الشرب. الشرب انت ممكن يعني احنا بننسى نشرب ميه وده مضر. بالظبط، خلاص بقى نستخدم حاجه تعوض، نخلي حاجه تحتفظ حتى بنسبه الميه في البشره.
تمام. يعني عارفه ازاي؟ بلاش يعني احنا نحتفظ بنسبه الميه جوه البشره بتاعتنا. فالهيرونيك اسيد بيعمل كده. عندك كمان يعني هو في مواد زي البوتوكس والفيلر طبعا وبتعوض عن البوتوكس والفيلر. في مواد زي يعني احنا في عندنا ماده هنا الاستال هيكسا بيبتايد. الماده دي اللي هي الارجلين اتكلم عنها حتى دكتور اوز مره. كنت يعني طبعا انت عارفه احنا في التطوير عايزين دايما نطور ونشوف ذا ليتست احسن حاجه والاحدث بقى اخر حاجه عشان خاطر نقدر نخلي الكريم يبقى متميز بالعناصر الموجوده فيه. فانا مهم جدا في الريسيرش ان احنا نحط نبتدي ندخل المواد اللي انت انا عايزه اشوف معاكي افكت على بشرتك في خلال 3 شهور. انا عايزاكي ده نجاح ماسي برضو مش من قليل طبعا. يعني نجاح ماسي دورو جولد والطفره واللي عاملها والحمد لله الحمد لله. ما بشوفش حد لما بيسالني ما شاء الله عليكم يعني. فالنجاح ده الحمد لله ده برضو مجهود وتعب ل6 سنين ريسيرشز بيعملوها ابحاث بره وبعدين ده ميد ان ايطالي. وانت عارفه احنا سواء هنا حتى وانا بتكلم لما اجي اتكلم قلت لك المنتجات المكونات بتاعته كل حاجه لوحدها تعمل منها كريم. والله انا زمان لما كنت اجي اشتري مثلا حاجه كريم وانت اكيد برضو كده. لا ده انا زمان كانت بتبقى قصه بقى حط يعني كله على بعضه. بس انا هقول لك على حاجه. هما دايما يقولوا لي انت عامله ايه في وشك؟ انت عامله حقن ولا عامله بتاع؟ انا عمري لا عملت حقن ولا واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش على راسي من فوق ما عنديش اي مشكله خالص. انا كل الموضوع ان انا واحده بهتم من زمان احط حاجات على وشي اعمل مش عارفه ايه لكن ما عمري ما حقنت الحقيقه. انت قلتي انا بهتم من زمان. طبعا من زمان. عشان النتيجه تبقى كده. ايوه يعني في ناس تقول لك ايه يعني انا عايزه نتيجه سريعه. لا انا عايزاكي تهتمي هتشوفي نتيجه. بس انا برضو للامانه انا اول ما طلع ماسي انا اول الناس اللي جبت ماسي. هو عمل معايا مفعول في ال3 سنين الاخرانيين ويمكن في ناس كتير تقول لي لا في لك شكلها متغير في محلوه في الثلاث سنين. انا استخدمته اول ما طلع في ال3 سنين الاخرين عمل معايا اللي قعدت 10 سنين من اول ما اشتغلت اعمله اللي هو يعني انا بقالي 10 سنين بستخدم كريمات ومش عارفه كمان ليه هو غناني عن كل عشان ده عشان التقنيه. احنا بنشتغل بتقنيه النانو تكنولوجي النانو بارتكلز. فالمكونات دي بدخل الاكتيف انجريدينتس او المكونات اللي انا عايزه ادخلها جوه بشرتك بالتقنيه دي فبتساعد ان انت تلاقي النتيجه بدري. طب احنا عايزين نقول السكس اكشنز يعني نقول هو بيعمل ايه بيعالج ايه بالظبط. السكس اكشنز طبعا موجودين على العلبه على علبه ماسي. اول حاجه لو احنا جينا نبص هنلاقي ان هو مقاوم للايه للتجاعيد. يعني هتيجي تبصي هتلاقي انتي رينكلز مضاد للتجاعيد. هتلاقي فيه نورشنج التغذيه. هتلاقي فيه الترطيب. هتلاقي ان هو ضد التقدم في العمر. عارفه ازاي هتلاقيه ضد التقدم في العمر. هتلاقي الخطوط التعبيريه قلت يعني طبعاً. الخطوط هو ضد التجاعيد طبعا ضد التجاعيد بيقوم التجاعيد بيرطب بالظبط كده بيعمل تغذيه بيشد البشره انتي ايجينج فبيشد البشره. انتي لو جينا كده نبص على كل حاجه لوحدها هتلاقي كل كل اكشن وظيفة. من دول وظيفه مربوطه بماده محطوطه يعني احنا في عندنا عشان خاطر طبعا انا يعني عايزه اقول ان البشره كل ما انتي تستهلكيها قوي تخرجي على طول من غير ما للشمس طول الوقت طول الوقت طول الوقت ميك اب باستمرار 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 صبح وليل وارسم واعمل وكل الكلام ده انت بتهلكي البشره كده. احنا عايزين طبعا. حاجه تساعد ان انا انتهي بقى من موضوع ان انا احط كل منزل احط ميك اب. انا عايزه يبقى وشي نضر ببساطه كده وفي جلو وفي نضاره من غير اكني واكله كويس بالظبط اكني كلت اكله شهيه كلت كويس اكني كلت كافيار. هو في كافيار كاني كلت كافيار. الكافيار في ريسيرش مؤخرا وجدوا ان الخليه بتاعته شبه الخليه بتاعه الجلد. هو عباره عن بروتين وميه والخليه فيها ميه وبروتين وبالتالي الامتصاص بتاعه بيكون سريع وحلو. مليان بمضادات الاكسده في انتي اوكسيدنت كتير جدا. مضادات الاكسده دي معروفه جدا. انت عارفه اي حاجه انا دايما اقول اي حاجه بمشي كده اي حاجه فيها انتي اوكسيدنت هاتيها سواء اكل او حتى وكريم طبعا. ليه بقى؟ لان التدخين والخروج باستمرار التلوث واشعه الشمس كل الكلام ده بيأثر على البشره بتاعتنا وبيعمل لها اجهاد رهيب. فمضادات الاكسده دي مهمه علشان خاطر احافظ على الخليه بتاعتي هيلثي وصحيه.
ده غير الذهب بقى. الذهب بقى انت جبتي قصه ثانيه خالص. انت جبتي الذهب بقى ده 23 قيراط. انا محتاجه، انت عارفه زمان انا كنت بشوف ان القصه دي موجوده حتى الاهتمام بالملكه الملكات. يعني كليوباترا كانت تعمل كده، يعني ده كريم ملكي في كل المكونات ملكي. ملكي هو ملكي فعلا. يعني حتى بصي شكله تحسي ان هو ريت ان ريتشد ويز العناصر الاساسيه اللي احنا عايزينها لبشرتنا. انا عايزه بشرتي تبقى نضره، وليه ما اكونش انا ملكه؟ يعني انا انا ما احسش ان انا ملكه جوه نفسي انا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما انا اكون جميله ومهتمه؟ وانا لازم اكون ستار زي ما انت قلتي في المقدمه، لازم اكون انا في المحيط بتاعي. في محيطي انا ملكه، في محيطي انا ستار في بيتي في جروبي في بالظبط في اسرتي بين قرايبي عادي. ان انا لما اجي ابص على نفسي كده في المرايه وابص اشوف كده شكلي اقول ايه ده؟ ده انا بشرتي عارفه دي ترفع ثقتك بنفسك. اكيد طبعا. انت لو عندك الواحد، انا ساعات لي واحد يقوم من النوم كده ويبص لا لو لاقي اي حاجه تضايقه مش نايم حتى كويس لا بيتضايق بيتعكنن اليوم كله. بمناسبه هو في مواد للتفتيح صح؟ يعني لو حد عنده هالات سوداء او عنده اثار طبعا حبوب. احنا عندنا بصي بقى، احنا طبعا عندنا جولد من ضمن الحاجات المكون الرئيسي 23 قيراط، والجولد كمان جزيئات الذهب بتأثر على بتقلل من صبغات الميلانين اللي بتبقى عامله الهالات وعامله التصبغات الحاجات البقع دي، فجولد البارتكلز او جزيئات الذهب بتأثر عليها بتقلل منها. فبالتالي لو انت عندك هالات بتشيل، لو انت عندك بقع تصبغيه بتشيل. عندك كمان في حلو جدا لو احنا رجعنا تاني للكافيار، فكمان الكافيار حلو قوي ضد لو خرجتي ضد اشعه الشمس الالترا فايلوت اي وبي، فانت بتتجنبي الحاجات اللي بتعمل ضرر وبتطلع بقع على البشره. عندك السيراميد، عندك الكولاجين. الكولاجين ده مهم. الكولاجين بقى لازم كلنا نستخدم الكولاجين بقى دي الكولاجين يعني ناس كتير يمكن فاهمه ان الكولاجين ده ثابت. احنا بنكبر والكولاجين زي ما هو. لا طبعا يعني مين اللي فاكر كده؟ في ناس على فكره فاهمه ان الكولاجين ده يعني حاجه انا بكبر وشعري بيطول يبقى الكولاجين بيبقى موجود. يا سلام، في ناس كتير ما عندهاش فكره. ده انا ده انت مش انتوا بتقولوا انه بيبدا يقل من 25 سنه. يعني احنا ما بنبقاش لسه كبرنا اساسا. أيوة بيبدا يقل. لازم نشوف لازم نلحق نفسنا نعمل حاجه. على فكره في رجاله كمان كتير وشباب بيستخدموا ماسي دورو جولد. يعني هو مش لا 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 كمان في رجاله مهتميه بنفسها. هي عايزه تهتم بنفسها. هو اصلا اي حد راجل او ست ما يحبش ان هو يظهر بشكله بالعمر الحقيقي طبعا. يعني ما فيش حد في حد بيحب يعني ده بيبقى سؤال محرج حتى لما تسال الواحد عندها كام سؤال. مفيش مشكله في السؤال بس هو في ناس بتتضايق سواء رجال او سيدات يعني. فحتى في رجاله وشباب كتير بيستخدموا ماسي لانهم مش عايزين ستي عايزينه يخليه روتين يومي يحافظوا بيه على نضاره البشره وشبابها. في طريقه معينه بقى للاستخدام يعني في طبعا هو معين. اولا انت بتضغطي العبوه. انا شايفه ان انت على حسب كل بشره وحجمها. انا عن نفسي بحبه جدا بستخدمه بحط اربع انا كمان بحط اربع ضغطات وبحطهم على وشي وبحطهم عكس الجاذبيه كده سيركيولار موشن والفوق علشان خاطر يبقى الـ 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 الكريم ممتص وكله ماشي عكس الجاذبيه تمام. والرقبه انا بحطه برده كمان بستخدمه على رقبتي لانه انتي ايج وبيشد وانتي رينكل، فانا عايزه برده الرقبه تبان انها مشدوده. الرقبه مش منفصل عن الوش كمان. انا بحط الكريم بستخدمه كده وهو يستخدم تستخدميه علشان يجيب نتيجه كويسه. انا بستخدمه طبعا ونتيجه ظاهره وملموسه. تستخدميه صباحا ومساء. طب النتيجه تبدا تبان بعد قد ايه؟ انا عايزه اقول التحسن بيبان من شهرين لثلاث شهور. يعني عبال ما يحصل حاجه اسمها كولاجين ريمودلنج. ده لو تجعيد او كده. بصي هقول لك، لان كمان في ماده حلوه جدا جدا موجوده في الكريم ده اللي هي الاسيتال هيكسابيبتايد، ودي من المواد اللي متستخدمه حديثا في الـ في الـ في الـ في العالم بتاع الكريمات يعني والكوزماتكس. لانها الماده دي حلوه جدا في ايه؟ بتاثر على العضلات اللي هي العضلات المسببه دايما من التعبير بتاعه الوجه مسببه للفاين لاينز. على فكره مش كل التجاعيد نتيجه ان انت كبرتي.
في احيانا تجاعيد ليها علاقه بالتعبير بتاع تعبير وشك، بتكشري كتير، في ناس تعمل 111 دي على طول، في ناس على طول دي طول الوقت. فالماسلز هنا الفرونتاليس الماسل موجوده، يعني ماس يقدر يعالج الحاجات دي طبعا، لان الماده دي موجوده هنا. فالماده دي هتكلم عنها دكتور اوز، الارجلين. فالماده دي من المواد اللي بتجيب نتيجه وبتحسن، ليه؟ بتشتغل تعمل ريلاكسيشن للعضله. دي عضله هنا، عضله وانا بضحك هنا، هنا عضله حوالين الفم. فالعضلات دي بيشتغل عليها كويس، يعمل ريلاكسيشن، فتبقى ايه، ما تبقاش الشده، ما تبقاش حاده يا جماعه، ما تبقاش بالحديه بتاعتها، ما تبقاش بالشده اللي هي دي كده. انا بستخدمه طبعا، وبحطه هنا كمان على فكره يا يمنى في المنطقه دي، عشان اي خطوط رفيع اللي هي الخطوط التعبيريه اللي حصلت نتيجه الفتح والقفل هنا، الضحكه اللي حصلت نتيجه الرف، كل ده ليه علاقه بعضلات الوجه، الماسلز اوف فيشال اكسبريشنز، التعابير بتاعت الوجه. فدي من المواد اللي بتجيب نتيجه رائعه. وطبعا النتيجه عشان تبتدي تحسي بنتيجه ملموسه، هتاخدي بالك انها هتبدا بعد شهرين لثلاثه، هتبقى انت برضو، بس خدي بالك لازم تبقى روتين يومي، مش اجربه اصل في ناس ايه تجرب وتاني يوم ممكن تنسى، لا انا عايزاكي يوميا عشان تقدري، ده 10 دقايق مش 10، ده 5 دقايق. والله عشان تقدري تحسي بنتيجه الكريم. اول ما هتيجي تستخدمي الكريم وعلى طول في احساس جميل قوي انت بتحسيه، بيبقى في شويه سخونه على الجلد. السخونه دي انا بحب احساس السخونه بتاع كريم ماسي دور جولد، يمكن اللي جرب الكريم ده منفرد فعلا، وخدود بتحمر كده. الكريم ده منفرد، فايقه، ايوه الخدود بتحمر، الحته دي فيها سخونه. دي نتيجه ايه بقى؟ الجولد من الحاجات المدهشه الجميله اللي بتعمل، بتزود البلاد سيركيوليشن او مجرى الدم او الدوره الدمويه في المنطقه دي. فلما بيحصل كده بيزيد البلاد فلو، مستوى الدم اللي جاي محمل بالاكسجين، فيقول لك ايه ده، انت واخده اكسجين، منوره كده بامبي، ايوه من علاعه، من علاعه كده بامبي، انت واخده اكسجين ولا ايه، ولا واكله اكله حلوه. عارفه ازاي هو فعلا يعني اللي تحس اللي الاحساس ده لما بتستخدميه، الناس بتقعد تقول لك ايه، هو انت حقنه بوتوكس، هو انت حقنه فيلر، وما بتبقيش حقنه ولا عامله اي حاجه، هو بيدي فوليوم، بس يعني هو بيدي الشكل ده، الحلاوه دي، فوليوم بيدي فوليوم كمان عشان الكولاجين. احنا يعني احنا يعني عايزه اوضح برضو المشاهدين ان غير ان الكولاجين بيقل بعد 25 سنه، كمان الكولاجين والالاستين اللي موجود في البشره هي دي الطبقه، كل ما يكون الكولاجين والالاستين سمكها بالظبط وموجوده مشدوده، كل ما تكون بالحجم بتاعها الكويس، كل ما يكون البشره اكثر تماسك، اكثر تماسك واكثر شده. تيجي تشديها تقولي بشرتها مشدوده قوي، ده اول اكسبريشن يتقال على واحده، تقولها دي بشرتها، الله ده انت بشرتك مشدوده قوي. غير لما تكون واحده تلاقي ايه ساجنج بقى، ساجنج، تلاقي الوش بقى ايه هبط هزل. لا احنا مش عايزين كده، احنا مع ماسي مفيش ساجنج خالص ان شاء الله، مفيش الوش اللي هو نازل ده، بلومبنج على طول منور كده. طيب نروح لتقرير. نروح، يلا بينا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيرامايد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and facelifting. ماسي دورو جولد
من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masadora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. Masadora Gold، أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دايما بنصح السادة المشاهدين ما تحطوش اي حاجه على وشكم، او ما تستخدموش اي حاجه على وشكم او على شعركم او اي حاجه عامه من غير ما تكون مرخصه ولها ترخيص. معنى ان هي ليها ترخيص ان هي خضعت لاختبارات كتير، لابحاث كتير، لتجارب كتير علشان تطلع للسادة المشاهدين وتكون امنه. ماسي منتج مرخص من كذا جهه، مش من ثلاث جهات بس. مرخص من وزاره الصحه المصريه، ومرخص من الاتحاد الاوروبي وحكومات دبي. فدي اكتر من جهه طبعا تدي مصدر ثقه كبير للناس. طيب ليكوا كمان فروع يا دكتوره هند، مش يعني ما شاء الله في انتشار. الحمد لله. الحمد لله. ماسي فارم، عندنا ماسي فارم ايجيبت طبعا دي موجوده في القاهره، وعندنا ماسي فارم جولف ودي موجوده في جبل علي، وعندنا ماسي فارم اتري ودي موجوده في ايطاليا، وقريبا ان شاء الله هنكون في امريكا في فلادلفيا. طيب يعني دايما الناس بتقول طب احنا بننزل، في ناس بتنزل فعلا وتسال عليه في في الماركتس، بس انتوا ليه مش يعني مش حاطينه او عاملين بس حصريا من خلال الارقام؟ ده كده اسهل يا يمنى. انا بشوف كده اسهل. كده اسهل لما حد يكلمنا على طول دايركت ويتصل بينا احنا ويوصل ليهم الكريم، اسهل بكتير. لو هتروح صيدليه ممكن هتلاقيه ممكن لا، لكن عندنا احنا التواصل مباشره. ده مهم جدا. وبعدين احنا كمان نحب نسمع الريفيوز بتاعه الناس والاراء، ونحب نكون متابعين دايما، ودي حاجه بالعكس دي حاجه تساعدنا وتخلي النجاح الحمد لله بتاعنا يزيد اكتر. يبقى في تواصل مباشر مع الناس. طيب وفي صفحات اعتقد ليكوا كذا صفحه، مش صفحه واحده، خلينا نشوف بعض من الصفحات دي. وطبعا في صفحات كتير عشان برضه الناس اللي بتبعت لي بتقول لي هم صفحاتهم ايه، هم ليهم اكتر من صفحه مرقمين. يعني دول طبعا بعض من الصفحات. في كتير يا دكتوره هند بيقولوا طيب احنا دلوقتي بنحب نحقن بوتوكس وفيلر، او احنا شريحه البوتوكس والفيلر، هل ماسي هيتعارض مع ان احنا نحقن بوتوكس وفيلر؟ بالعكس، ده هيعزز من النتيجه. طبعا انا شايفه كده. انت عشان تحتفظي بالنتيجه بتاعه البوتوكس والفيلر لفتره اطول، لا بالعكس، ماسي دورو جولد ده هيحتفظ بالميه، هيحتفظ بالهيوريك اسيد. انت اوريدي حقنه الماده وهي دي موجوده فيه، فانت هتحتفظي بالنتيجه لفتره اطول، لا يتعرض اطلاقا، بالعكس ده هيعزز من النتيجه بتاعت الفيلر والبوتوكس. هيعزز يعني بدل ما الفيلر والبوتوكس هيقعدوا مثلا معاكي 4-5 شهور، هو هيخليهم يقعدوا ممكن 8-9 شهور. مظبوط. هيضاعف المده بتاعت المفعول. مظبوط. للبوتوكس. مزبوط. والفيلر. مظبوط. فانت هتحسي نفسك، انت مجرد ما تستخدمي ماسي شويه شهرين ثلاثه كده، صدقيني مش هتعرفي، هتحسي في حاجه. الروتين بتاعك اليومي، انا بديكي كل الحاجه اللي تعمل نيوتريشن وتغذيه ونورشنج للبشره بتاعتك في منتج واحد. انا شايفه ان انا كده جمعت لك الحاجات اللي كل الستات وكل البنات بتحلم بيها. الحاجات اللي هي مباشره تعمل تاثير مباشر على الجلد. يعني زي ما احنا قلنا الكريم فيه مكونات بيبقى ليها تاثير مباشر على الجلد، وبتبان على فكره. بيبان النضاره من اول ما تيجي تستخدمي الكريم. النضاره دي يعني حلاوه بالبلدي كده، يعني بالبلدي. يبقى حلاوه. وتلاقي وشك كده يسموها ايه، برنق يعني. لا برنق دي اللي جديده. نضر مش عارفه انا بسمعها، يعني وشك بقى فيه منور كده حلو، يعني منور. في بامبي. في بامبي. وبعدين بتحتفظي بالفوليوم على فكره. الحجم بتاع البشره، انت لما بتدي البشره التغذيه الخارجيه كمان مهمه قوي عشان تحتفظي. كمان المواد اللي موجوده ومستخدمه بتحافظ على نسبه المياه تحت الجلد.
المايه دي نسبتها مهمه جدا جدا. انت تفرجي على نفسك حتى لو قعدتي يومين او يوم كامل ما تشربيش مايه. فعلا الوش بيبقى مجهد واصفر وهنا تحسي دخلت لجوه كده وجفاف تعبانه تحسي البشره فيها جفاف. كمان السيراميد من الحاجات الممتازه قوي اللي بتحسن من نسبه الرطوبه في المايه وبتحتفظ بالمايه جوه الخليه. فبالتالي انت عارفه سبحان الله وجعلنا من الماء فعلا كل شيء حي. ونعم بالله طبعا يعني ده حقيقي. فاحنا المكونات دي بتحافظ لنا على وجود الحاجه رطبه فيها نسبه ميه عاليه. فبالتالي انا عايزه جلو نضاره اشراقه ده هنبقى بنشوفه مع ميسي. وهو انت قلتي حاجه مهمه لانه انت هو يعني الميه مهمه جدا فيه لانه في ناس كتير بشرتها بتبقى دهنيه. طبعا فتقولك انا بحط اي كريم وشي بيزيت وبيلمع وبيبقى شكله مش حلو. لا ده ما بيزيتش خالص. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله. لا مفيش الطبقه اللي هي بيزيت دي فعلا ناس كتير تقول لي هو بيزيت الوش. اقول لها لا خالص استخدميه مفيش اي تزييت للبشره. ده التزييت ده مش انا ما بحبوش بيجمع اتربه. انت ماشيه وتحسي ان انت ملزقه. لا انا مش عايزه كده خالص. ده بسيط خفيف خفيف قوي على البشره. تدهنيه تحطيه على الكريم وتفرديه كده هيمتص بسرعه. واحنا عايزين واحنا الميكانيزم او التقنيه دي مستخدمه علشان سهوله امتصاص الكريم الى داخل طبقات الجلد. احنا عايزينه يكون سهل ان هو يعني يدخل يتفاعل وبالظبط لطبقات الجلد فبالتالي احنا نشوف نتيجه حلوه. وده بيحصل طبعا مع ماسي دورو جولد ان شاء الله بعد ما بتستخدميه من اول شهرين لثلاث شهور يبتدي تفرجي على نفسك. اتفرجي شوفي صوره بيفور حتى هتلاقي في تغيير. صوره من غير فلتر ها؟ في تغيير مفيش صورة حاجه. بالظبط. وبعدين مفيش فلتر. حاجه تقول لك عليها اي حد يسالك يقول لك انا عايز نتيجه يعني حالا. لا هو كده عصايه سحريه مثلا يعني. لا مفيش كده. انا بفضل اعالج شعري ده باخد فتره بفضل اعالج جسمي باخد فتره بفضل بعدين خصوصا ان كل المكونات الموجوده احنا حاطين مكونات كمان طبيعيه. فالموضوع ده هياخد منك شويه معلش التكست تايم 56 حاجه طبعا بس انا اتكلمت يمكن انا بتكلم يمكن دلوقتي اتكلمنا على مش كل حاجه اتكلمنا شويه عن كافيار اتكلمنا شويه عن ذهب كولاجين هيالورونيك اسيد مكونات غنيه انها تعطي المراه سن اصغر 10 سنين من عمرها والرجل كمان عشان والرجل بيزعل. لا عشان ما يزعل لا هو الرجل بيستخدمه بيزعل الراجل بيستخدمه اوريدي بيلاقي فيه تحسن بيلاقي انت بتشوفي الكلام ده بتسمعيه على فكره الريفيوز دي طبعا بتفرق قوي انت بتشوفيه وبتسمعيه بتسمعيه من الاشخاص يقول لك يا يمنى في ايه بتستخدمي ايه بيتقال والله يقول لك انت يا يمنى يوقفوكي انت بتستخدمي ايه يوقفوني يا دكتوره هند انت بتستخدمي ايه اقول لهم لو يقول لك ايه عملت في الفتره الاخيره مش عارفه ايه احلوت شكلها اتغير ايه ما يعني هو كل الموضوع كله ان احنا نمشي على حاجه الصحه والجمال ده لايف ستايل احنا نمشي على حاجه روتين بتاعنا يكون روتين يومي حاجه نستخدمها بشكل يومي في وقت معين مش هياخد منك ده انت بالليل بعد ما تشيلي الميك اب تعملي تحطي قطنه وتشيلي الميك اب بتاعك خالص وتنضفي بشرتك وتغسليها تحطي ماسي دورو جولد على البشره وتشوفيها ونامي بقى وشوفي الصبح ويصحى يتغسل بقى عادي وشوفي بقى الصبح شكلك النور وهتلاقي الارتخاء اللي انا قلت لك بتاع بدل الماسلز ما بتبقى كونتراكشن او الشده جامده تلاقي الموضوع بقى فيه وشك تلاقيه هادي مرتاح يعني بتحس ان وشك مرتاح ايوه مرتاح ومنور ومتغذي يعني شوية حلاوة بتلاقي الكلام ده موجود فعلا فأنا يعني حتى البنات اللي داخلين على جواز وعايزين حاجة سريعة يعني يستخدموها فتجيب نتيجة أنا بقول لهم حطوا بس أنتوا بالليل جربوا أن أنتوا تستخدموا ماسي دورو جولد صباحا ومساء وأنتوا هتشوفوا بنفسكم فرق ملحوظ. أنا بشكرك على وجودك معايا النهاردة ضيفتي العزيزة دكتورة هند نصير. حلقتنا خلصت شوفوا كل حلقاتنا على اليوتيوب بنقابلكم يوميا 3 عصرا والإعادة بتكون 8 صباحا وفي قاعده كمان بالليل الساعه 12 مساء عشان ما تنسوهاش. اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي الشخصيه تظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي تقدروا تبعتوا لي كل اسئلتكم واستفساراتكم وان شاء الله احاول ارد على معظمها او كلها ربنا يقدرني. يعني انا بشكركم على وجودكم معانا ويا رب دايما نكون ضيوف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله. كنت معكم يمنى طولان. سلام عليكم.